سدد الكرة ولكن تستضيف حائط الصد المنيع لجامعة المنيا وتحول الكرة إلى رمية تماس. تميز جدا لدى عثمان ومحمد زيكا المحاور الدفاعية على مستوى جامعة المنيا. جامعة المنيا وعروس البحر المتوسط جامعة الإسكندرية 4-3 حتى الآن أحبت الكرام. هل ستكون الأفضلية والأسبقية في التهديف لصالح جامعة المنيا أم سيكون تعديل النتيجة وترجع الكفة مرة أخرى؟ تلعب الكرة المستقطع عبد الكرام. تبدأ الكرة من عناصر جامعة المنيا. تلعب الكرة في الأمام في عمق الدفاع ولكن الكرة تعود مرة أخرى. تصل الكرة إلى رقم 9 محمد سلامة. سلامة لوليد محمد. إمكانية المرور من محمد فتحي. اليسار المهاري. المسار اليسار الخيالي. يا إلهي. يا إلهي على هذه الكرة. ولكن دعونا في الكرة المرتدة. كرة في عكس الهجوم. إمكانية التصوير. ومن سيكسر الجرة في الدقائق الأخيرة. إمكانية التصويب والحارس. الحارس ببراعة شديدة. بلال ربيع يحول الكرة إلى ربيع تماس. سقوط على أرض الميدان. نتمنى السلامة لجميع اللاعبين. سلامات سلامات في حارس المرمى صاحب الحصانة في ملاعب كرة القدم. ولكن ما أي عودة. الكمباك العالمي 4-4 عادت في النتيجة وعادوا أبناء البحر المتوسط. إصرار كبير وتراجع في الأداء على مستوى جامعة المنيا. آخر المباريات في اليوم الأول للدورة العربية 12 لكرة القدم الخماسية. مباراة المنيا ومباراة الإسكندرية من أروع وأبرع المباريات حتى الآن. منتهى النجاعة ومنتهى الحماس والندية الكبيرة. سلامات للحارس بلال ربيع. تصدى لكرتين في غاية في الخطورة في تقريبا نهاية الشوط الثاني والمباراة. والهدف في هذا الوقت لا يعوض. الهدف في هذا الوقت يعني 3 نقاط وكذب المباراة وفرض السلطان على مجريات اللقاء. تلعب الكرة والروح الرياضية عالية بين اللاعبين وهذا ما نطلبه في جميع الملاعب المصرية عموما. تلعب الكرة ربيع تماس لصالح الإسكندرية. وليد محمد على التنفيذ. ربيع تماس تلعب الكرة بذكية جدا. محمد عبدو والتصويبة. ولكن حان صدر المنيع يحول الكرة إلى ربيع تماس. تراجع في المستوى من جامعة المنيا وإصرار كبير جدا من جانب عناصر فريق جامعة الإسكندرية. تلعب الكرة. سقوط بلال ربيع حارس المرمى لجامعة الإسكندرية.
هل سيتمكن من اكتمال اللقاء؟ سلامات سلامات للاعب بلال ربيع. يبدو ان الاصابه كانت في مستوى الكاحل ام ربما مستوى الكتف. نتمنى ان تكون اصابه خفيفه. المباراة في الدقائق الأخيرة أحبتي الكرام، الشوط الثاني والمباراة شرفت على الانتهاء. لمن ستكون الكلمة؟ لمن ستكون الثلاث نقاط في المباراة الأخيرة في اليوم الأول من الدورة العربية الثانية عشر هنا على أراضي الجنوب، محافظة قنا، محافظة الجمال والاستجمام والامتاع. تلعب الكرة، نعود إلى اللقاء، ترجع الكرة من زيكا، ميدو عثمان تحول الكرة إلى رامي التماس، تعود الكرة وليد محمد، تلعب الكرة للبيجوري محمد سلامة. شوف الكرة وشوف التسديدة، شوف الكرة والروعة، تصويبة قوية، قنبلة مدوية، مدفع هاون في مرمى محمد رجدي حارس المرمى لجامعة المنيا في هذا اللقاء. محمد سلامة، ما أروع سلامة وما أبهى سلامة، تصويبة من أروع ما يكون. والشوط الثاني والمباراة الانتهاء، هل ستكون السادس؟ السادس السادس ولكن الدفاع، ترجع الكرة في عكس الهجوم، أحمد رجب إمكانية المرور، إمكانية المرور، استماتة والاستقبال، الاستماتة من وليد محمد يحول الكرة إلى خارج الميدان. ولكن دعونا نتحدث عن الهدف الرائع من محمد سلامة، كرة في التسعين، كرة من أقوى وأبرع ما يكون. محمد سلامة سيكون نجم اللقاء إذا تمكن فريق الإسكندرية من الفوز في هذه المباراة الكبيرة. قلت لكم أحبتي الكرام، قلت وأكدت وأن جامعة الإسكندرية لا يستسلمون، بالعزيمة هم دائما موجودون. توقف المباراة للحظات، خروج اللاعب وليد محمد، سلامات سلامات، تلعب الكرة، دخول اللاعب عمر نصر، أحمد رجب، إمكانية المراوغة، وهي كرة إلى الجانب الأيمن، ميدو عثمان، ميدو عثمان إلى زيكا، زيكا في المرور، زيكا في المرور والعبور، ولكن الكرة رمي التماس للإسكندرية. أبناء المتوسط أظن أنهم سيتمكنوا من الفوز في هذا اللقاء ما لم تحدث المباغتة والمفاجأة من عناصر جامعة المنيا بهدف تعديل في الدقائق الأخيرة. تلعب الكرة من البيجوري، البيجوري والمراوغة، السلام يتعدى واحد يتعدى اثنين، تلعب الكرة لعمر فراج، عمر نصار عفوا، تلعب الكرة الأمام ولكن استماتة، عمر نصار يحول الكرة إلى رمي تماس، تصل الكرة لزيكا، ميدو عثمان، تلعب الكرة من عثمان، تلعب الكرة وعدم التفاهم وعدم الربط والكنترول، وقت مستقطع لصالح أبناء السواحل جامعة الإسكندرية. أبناء المتوسط يعطينا درسا في القتال حتى آخر اللحظات في المباراة. التعليمات على جانب جامعة المنيا، كابتن رضا عبد الرحمن يحفز اللاعبون على ما تبقى من عمر المباراة في الدقائق الأخيرة حتى لو تمكنوا من العودة في اللقاء بهدف تعادل. جامعة الإسكندرية باللون الأزرق ومياه المتوسط يعطونا درسا بصراحة
في القتال والإصرار، يخرجون إلى الشوط الثاني متأخرون بثلاثة أهداف مقابل صفر، ويعودون في اللقاء بهذا الأسلوب وهذا الإمتاع. تلعب الكرة مرة أخرى من عمر نصار، التصويب من المدفعي محمد سلامة، وحكم اللقاء يحتسب ركلة زاوية هكذا، ركلة زاوية على التنفيذ. أحمد الباجوري تلعب الكرة، تصويبة قوية من نصار، عمر نصار والتصويبة، ولكن في النهاية ركلة زاوية. تلعب الكرة مرة أخرى، ركلة زاوية والدقائق الأخيرة والربق الأخير من المباراة والشوط الثاني من المباراة. إمكانية المراوغة، عمر نصار وعمل التماس بطريقة سريعة من محمد زيكا، زيكا وهي كرة لميدو عثمان، ميدو عثمان في المرور، ميدو عثمان في العبور، وهي كرة لأحمد رجب، أحمد برجب يلعب كرة، ولكن الكرة في النهاية رمي التماس، رمي التماس ميدو عثمان، إمكانية المرور والمراوغة، ولكن الحارس، كرة بين أحضان الحارس بلال ربيع، تلعب الكرة الأمام وسقوط من الباجوري، سقوط من الباجوري في هذا اللقاء. أظن أن الحكاية تنتهي وتمر من أمام أعين جامعة المنيا بدون فعل أي شيء. جامعة الإسكندرية تمكنت من تسجيل الهدف الخامس بالصورة من أول أروع من أقدام اللاعب محمد سلامة، تسديدة صاروخية في على يسار الحارس محمد ودي، كرة في التسعين مليمتر يا حبيبي من مليمتر، تلعب الكرة من محمد سلامة، في العارضة قنبلة مدوية ترج الأركان هنا على الأراضي الجنوبية، تحول الكرة إلى رامي التماس، تعود لصالح عناصر فريق المنيا. تلعب الكرة أحمد رجب والمراوغة، ولكن الكرة تخرج من عمر نصار، أحمد رجب على التنفيذ، تلعب الكرة من ميدو عثمان، تلعب الكرة وخروج اللاعب محمد رجدي ودخول دوحة، تلعب الكرة والتصويبة المباغتة، تصويبة مباغتة ولكن بعيدة كل البعد عن المرمى، تصل الكرة لزيكا، زيكا لميد عثمان، تصل لدوحة، دوحة لفتحي، تصل الكرة من فتحي، فتحي لزوكا، تصل الكرة مرة أخرى لدوحة، ميد عثمان، أحمد رجب، كرات في عمق الدفاع، خطيرة الكرة والمرمى خالي من اللاعبون، المرمى خالي من الحراس. بعيدة من عمر فراج، والعرض التنازلي ونهاية اللقاء. تلعب الكرة محمد فتحي اليسار المهاري، قادر على التعديل، قادر على العودة، انتهت الحكاية، انتهت كبرى الملاحم في اليوم الأول من الدورة العربية الثانية عشر لكرة القدم الخماسية هنا على الأراضي الجنوبية. مباراة غاية في التشويق، غاية في الإثارة، خمسة أهداف لي جامعة الإسكندرية والعودة والكمباك العالمي، أربعة أهداف لصالح جامعة المنيا. مبروك لأبناء البحر المتوسط، حظ أوفر لعروس الصعيد جامعة المنيا. نلقاكم في قادم المواعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.